الجزائر بوركينا فاسو وجها لوجه في لقاء يسد آخر مرحلة تفصل والمنتخبين عن المشاركة في مونديال البرازيل، مباراة بدأ الاستعداد لها مباشرة بعد انتهاء القرعة. حيث شهدت سفارة بوركينا فاسو بالجزائر العاصمة نشاطا غير مألوفا، فبعد يوم واحد من قرعة الدوري الفاصل استيقظ كل من يوجد بمقر السفارة البوركينابية ومنذ الساعات الأولى من الصباح على أهازيج أنصار المنتخب الوطني وعلى وقع أنغام 1-2-3 في فالجيري. أنصار توافدوا بكثرة طلبا لتأشيرة حتى يتمكنوا من الوقوف إلى جانب محاربي الصحراء في تنقلهم إلى العاصمة واغادوغو. جيسبر كو هاد المومون راه يلي اغريابل باسكو لا فاسيليتي نتاع لي فيزا الي الميراب سي ان امباساد افيك لو كونسول تاعها ناس ملاح. انصار فاني مسعيده من وهران مثل مسان من عنابه، راهم هنايا عمي عبد القادر خالد ام جاو قاع باش يساندوا الفريق الوطني باش نحصلوا على الباسبور باش نحصلوا على التاشيره. فريش غنى على البكري باش يرقلوا امورنا ونروحوا بكري قد ما رحنا بكري مليحه باش نحفظوا البلاد في العاده نحفظوا البلاد. وبوركينا فاسو بلد مسلمين نورمال نعيدوا تما عاديه بريبارو نعيدوا تما ان شاء الله نشوفوا برك ارجي لي يعطونا خلونا ندوك باش معنا برك ان شاء الله بربي رانا في المونديال بوركينا فاسو ما يشدوناش عندنا ايكيب شابه وان شاء الله بربي نتكاليفاو مام حنا عندنا في فالاجيري ان شاء الله مام حنا عندنا ايكيب شابه ان شاء الله قاعد يجان وان شاء الله يديروا القلب ثم ويعودوا بنتيجه نسيروا الماتش شويه شويه حنا نحبوا البلاد حنا ينجو قبل بعام كنا نبريباريو على هذا الماتش انني حاب نروح بوتفليقه اديني للتشاكر اديني البوركينا فاسو خويا انا نفرح البلاد انا نحب ليكيب ناسيونال. فبعد الاستعداد وتسوية الإجراءات الإدارية وقبل أكثر من أسبوع عن مباراة منتخبنا، بدأ توافد أنصار المنتخب الجزائري إلى بوركينا فاسو حيث شهد مطار هواريبو مدين مدة 10 أيام كاملة أجواء كرنفالية احتفالية صنعها عشاق الخضر بتمنيات وآمال كبيرة في اقتطاع تأشيرة مونديال البرازيل من أكشاك بوركينا فاسو. تاعنا والبرازيل اليوم ان شاء الله رانا رايحين باش نعطوا صوره مليحه على الجزائريين واش يسواو. احنا وقت الشده ننصابوا، احنا ماشي غير الناس قال لك يحرقوا يروحوا في البحر باش يموتوا. اليوم بلاد ناس حقتنا ما كان لي يحرق ما كان والو، ان شاء الله نروحوا للبرازيل. وكاينه حاجه نقولها لخواتي برك، ان شاء الله احنا نروحوا ننظموا لهيك ونتعاونوا قاعد باش نديروا ريزلتا وان شاء الله نعيدوا مليح زوج عيدات نربحوا ونعيدوا مليح ان شاء الله. يا خويا شرفوا لنا الجزائر كاع ويمثلوا لنا كما نقول لك لي سيبورتور اللي بقاو في الجزائر وان شاء الله نربحوا يا خويا. 1-2-3 في الفالجيري. بون بين سكور ان شاء الله بين باين علينا بلي 1-0 هكذا احنا نطلبوا حاجه برك هذا ما كان احنا دومي لا تسمعوا وقت تلعبوا 14 لا اسمعوا ان شاء الله يا خويا كثروا لي فول برك بريزيل احنا حابين نروحوا نشقوا البريزيل هكذا وان شاء الله كما نقولوا انسان ما يكونش عندنا غير بليسور برك هذا ما كان. وكعادتها قناة النهار كانت تسبق إلى العاصمة البوركينابية واغادوغو قبل 10 أيام عن الموعد لقاء الذهاب مباراة السد لإطلاع الجمهور الجزائري بأدق التفاصيل والأجواء التي سبقت الموعد الكبير من أخبار عن ملعبي الرابع أوت وصولا إلى وصول عناصر التشكيلة الوطنية وكذا توفد أنصار الخضر. We'll be right back.
ولأنها إفريقيا ولأن الموعد كبير ومهم بالنسبة للبلدين. واجه الطاقم الصحفي لقناة النهار بعض الصعوبات في العاصمة البوركينابية بعد اعتقال الصحفي عبد الملك عداد والمصور على الدين بويموت لمحاولتهما إطلاعنا بحالة الملعب ما اعتبره الدرك والاتحادية البوركينابية تجسسا وتعديا على سيادتها. اعتقال كانت مدته 11 ساعة كاملة قبل أن يفرج عليهما بعد تدخل السفارة الجزائرية ببوركينا فاسو ووزارة الخارجية الجزائرية. الآن مشاهدينا بعد ما شاهدنا التنقل الكبير لأنصار الخضر إلى العاصمة البوركينابية نعود نقول بكم إلى لقاء الذهاب اللي جرى على ملعب الرابع أوت واللي خسر فيها المنتخب الجزائري بنتيجة 3-2. ورغم الخسارة تبقى نتيجة إيجابية إلى حد ما، خصوصا وأن لقاء العودة سيجرى هنا على أرضية ملعب مصطفى شاكر. نخلوكم مع ما قاله بعض اللاعبون القدامى والصحافة المختصة حول لقاء الذهاب واستعدادات لقاء الإياب. تابعوا معنا. التاريخ يوم السبت 12 من شهر أكتوبر، المكان العاصمة واغادوغو وبالضبط ملعب الرابع أوتا، أين دخل محارب الصحراء أرضية الملعب بعزيمة كبيرة في أول فصل من معركة التأهل إلى مونديال البرازيل قبل لقاء العودة في الجزائر على ملعب مصطفى شاكر بالبوليدة. مباراة دخلها الكوتش فايدا للوزيت بالتشكيلة التي رأها جاهزة، وهي تشكيلة كانت متوقعة بنسبة كبيرة. اللقاء دخله المنتخب البوركينابي بإرادة كبيرة هو الآخر الذي أراد منذ البداية مباغتة الحارس رئيس وهاب بولحي، لكن صمود التشكيلة الوطنية أمام المحاولات البوركينابية استمر حتى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بعدما نجح المهاجم بيترويبا منح التقدم لبلاده برأسية محكمة مستغلا خروجا خاطئا من حارس الخضر لتنتهي المرحلة الأولى من المباراة بنتيجة هدف لصفر لصالح أصحاب الأرض. الشوط الثاني دخله الأفناك بروح قتالية مكنتهم من تعديلية النتيجة عن طريق لاعب فالنسيا الإسباني سوفيان فيغولي بعد 5 دقائق فقط من انطلاق المرحلة الثانية، لتعرف بعدها المباراة تكافؤا في الفرص من المنتخبين وتضييع فرص سانحة من الجانبين قبل أن يعيد اللاعب جاكاريجا التفوق لفريقه من جديد في الدقيقة 65. وبعدها ب3 دقائق فقط استطاع المنتخب الوطني تعديل النتيجة من جديد بتوقيع اللاعب مجاني إثر ركنية نفذها بإحكام لاعب الإنتر سفير طيدر، لتتواصل بعدها عديد المحاولات من أبناء وحيد حليلوزيتش، لكن كابوس المنتخب الجزائري مع التحكيم الإفريقي واصل فعلته في مباراة واغادوغو أين منح الحكم الزامبيسي كازوي ضربة جزاء خيالية نفذها بنجاح اللاعب بانسي 4 دقائق قبل نهاية المباراة لينتهي اللقاء بنتيجة 3-2. قال الوراء لا وجدنا أن المنتخب الوطني يعني وقع في مجموعة صعبة، كان ضم البنين وكان ضم منتخب مالي القوي، كان ضم أيضا منتخب رواندي، منتخب مالي اللي كان حق النصف نهائي كأس إفريقيا مرة ثانية على التوالي. يعني الترشيحات كانت يعني في السويات هذه، ولو كان نجري مقارنة صغيرة مع المنتخب البوركينابي، يعني منتخب بوركينا فاسو كان بدأت سفيات بطريقة سيئة، كان عنده هزيمتين في أول لقاءين، وبعد ذلك عاد ولا بقوة وفاز حتى خارج الديار وتأهل هو الآخر للدور التصفيات الأخير. يعني إذا قارنا بين
أرقام منتخب بوركينا بأرقام منتخب جزائري. منتخب جزائري كان من أحسن الفرق في الدور الأول. هذا من الشيء اللي تقريبا اجتمع عليه واتفق عليه كل أخصائيون هنا في الجزائر وحتى خارج الجزائر. شفنا بعض العناوين العربية والعالمية أشدت كثيرا بمستوى المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري قدم مباراة في المستوى، كان فيها خطأ تحكيمي، خطأين تحكيميين، يعني ضربة جزاء المنتخب الجزائري ما احتسبهاش، وضربة جزاء يعني خيالية المنتخب بوركينابي. نعتقد لولا التحكيم المنتخب الجزائري كان قادر يعود بالفوز أو تعادل على أقل تقدير. لكن المردود اللي قدموا في هذه المباراة يعني يجعلنا متفائلين بتأهل إن شاء الله للمباراة القادمة. من المعروف أن في اللقاءات التي تجرى في خارج الديار المهم هو أن نسجل أهداف، لأن الأهداف التي تسجل خارج الديار قد تكون حاسمة في حال التعادل. فريق الجزائري سجل هدفين، كان بمستطاعة أن يعود بالتعادل أو حتى بالفوز لو استطاع أن يكرس الفرص السانحة للتسجيل التي تحصل عليها كل من سليماني وسوداني وحتى فغولي. لكن للأسف تمكن الفريق البوركينابي من الفوز بهذه المقابلة، بهذا بمساعدة بين قوسين من طرف الحكم الذي منح ضربة جزاء غير شرعية. في الماتش اللي شفنا فريق كان أدى مقابلة مليحة، كان قادر يدير أكثر، الظروف ما كانتش، ولو كانت الجو كان رياضي مع الجمهور البوركينابي كان رياضي إلى أقصى حد. ما كانش لوستيليتي هذوك تاع لي ماتش هذوك تلعبهم في الاكستيريور يضغطوا عليك هكذا، كان رياضي ولا ارضيه الملعب كانت مليحه. والاربيت يهبط لك المباراه كيما نقولوا، الاربيت بيناتي يسيف لي كيما بيناتي كيما هذيك ماشي بيناتي سي غراف. شغل تحس بلي كاين خطا ما بين لي جوا، شغل بصح شنو الاربيت لعبوا مليح يا خو. كيما نقول لك الاربيت ثاني حقرنا لعبوا واش لاكسون الاخرى تاع الاربيت واش دار فاهم كيفاهم. هذا ما كان خل ما كانش معهم زهر، هذا ما كان معليش. المهم ان شاء الله مازال الماتش روتور في البليده وان شاء الله يديروا اللي عليهم، وانا يسير بلي ان شاء الله يكاليفو باسكو النيفو اللي داروه البارح والقلب يلعبوا به. راني يسير بلي سوتو الحقره اللي الاربيت البارح مد بيناتي ما كانش منها كامل. يا با بروبليم، احنا عندنا اون اكسبيريونس مع الاربيت راج هنا في البليده فيها خير يا اخو. نجوز عليهم رولو يا اخو الروتور ان شاء الله. C'est un match important, décisif, mais j'espère que nous passerons. Nous faisons tout pour passer. Sur le plan organisationnel et de la préparation, on a tout fait. Tout ce qu'il est possible de faire, on l'a fait. Maintenant, le coach et les joueurs doivent faire le reste. Ils le feront sur le terrain. Donc, vous ratez autant d'occasions, mais ce n'est pas occasion, on dit simple, c'est occasion 100%. Et Soudani, et Slimani, et Fegouli, et Guedjura, et Kadir, il y a la possibilité de marquer. Mais ça veut dire quand nous créons autant d'occasions, ça ne s'est pas créé tout seul. Ça veut dire qu'il y a des jeux derrière. Il y a quelque chose derrière offensivement. Et l'autre côté, deux buts qu'on a pris, je dis pour moi, ce trajet but, ça n'existe pas. Ça, c'est un cadeau. Il était bien arrosé. Ah non, non, deux buts qu'on a pris. C'est des buts qui sont tout à fait évitables. Ça, c'est des buts qu'on a pris avec un petit peu de rigueur, un petit peu de concentration. On ne peut pas prendre le but à haut niveau de la barrage de Coupe du Monde. On parle de barrage de Coupe du Monde. Ça, c'est très haut niveau. Inch'Allah, mais qu'on reste le khair. Nous avons une équipe, on a fariq fi le niveau. والمباراة راح تجري في هنا في الجزائر. انا متاكد 99% باللي ان شاء الله نمشيو لكاس العالم. المباراة كلنا